في الوقت الذي تستعد فيه منتخبات أمريكا الجنوبية للحدث الأبرز على مستوى القارة اللاتينية كوبا أمريكا من خلال حشد طاقات وهمم لاعبيها والكشف عن قائمتها النهائية بالتوازي مع تأهب وسائل الإعلام باختلاف انتماءاتها نقل وتغطية العرس اللاتيني، لا تبدو الأمور كذلك على المستوى الرسمي والإداري. صيف أمريكا الجنوبية كان من المنتظر أن يكون حاراً ومثيراً رياضياً وتحديداً كروياً تحت عنوان كوبا أمريكا لمن استطاع إليها سبيلاً، لكن الرياح هبت بما لا تشتهي طموحات رقيصي السامبا والتانغو المتطلعة للقب وبقية المنتخبات الأخرى الساعية لمعانقة اللقب للمرة الأولى على غرار البلد المستضيف شيلي. بعدما بات ذكر اسم القارة الأمريكية الجنوبية مقترناً بالفضائح والرشاء وكل المعاملات التي لا تموت لأخلاقيات الرياضة بأية صلة عقب تحقيقات فجرها مكتب المدعي الأمريكي العام بنيويورك، الفيفا التي ظلت لوقت قريب هيئة مقدسة لا يجوز المساس بها أو بالاتحادات المنطوية تحت ظلها، أضحت اليوم مقراً لمداهمات واعتقالات ومنطلقاً لتحقيقات قد تطول لأمد بعيد من بوابة ثلث من أعضائها باللجنة التنفيذية على غرار الرئيس السابق لاتحاد الكرة بالبرازيل ريكاردو تكسيرا المتهم بغسل أموال والاحتيال وتصوير وثائق ومن ورائه نائبه جوزي ماريا ماريز. ولم يكن وضع نيكولاس ليوز الرئيس السابق للكونميبول أفضل من سابقه عندما وضع تحت الإقامة الجبرية بتهم الفساد. هذا ما جناه بلاتر على نفسه في أسوأ فترات رئاسته للفيفا، فهل تصلح ملاعب شيلي ما أفسدته الكواليس؟